مرحبا شباب، فيديو اليوم بسيط كثير 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 بس بنفس الوقت كثير مهم، وخصوصا انه بنحكي عن الناس اللي زيي وزي اللي بشاهد، مش للصنايعية المختصين في العدد الصناعية. بنحكي عن الزلام الموجودين في البيوت، لانه صار كثير مهم وجود الدريل في البيت عشان تستغني عن اي اشي ثاني زي المفكات، تمام؟ فصار لازم الدريل كثير مهم في البيت. اليوم راح نحكي عن نوعين الدريل عشان انت تختار المناسب لك في البيت تستخدمه، وشرح سريع ومبسط عن كل دريل. عندنا هون اول اشي دريل اللي الكل بيعرفه، اللي هو دريل الكهرباء، تمام؟ اللي هو بيشتغل عن طريق الكهرباء. الدريل هذا شرح سريع عنه. اول اشي الدريل زي ما انتم شايفين، هاي اسمها الجوزي اللي بركب فيها اللي هو ايش؟ الريش، تمام؟ اللي بتعمل على الحفر. بنجيب الريش زي هيك، نفتح، بنلف هاي هيك الجوزي، بتتوسع عنا الفتحة هون، بندخل الريشة، تمام؟ وبنرجع نسكرها، بنلفها بشكل عكسي لحد ما يمسكها الدريل، تمام؟ هلا بتنشد عن طريق مفتاح ربط زي هاب، بيجي مع كل دريل، تمام؟ تنحط هاي الطريقة. في هون عندك ثقوب تحطها، وفي هون سن بركب على السن اللي هون زي هيك، وبتلفها مع عقارب الساعة على الشد. شايفين كيف؟ احنا هيك لفيناها، هلا صارت ماسكة عشان تقدر تحفر في الدريل. هلا نيجي للحفر، تمام؟ هلا اول اشي زي ما بتلاحظوا في معظم الدريلات الكهرباء بكون في هون يا اما كبسة او اشي عجل بلف زي هيك. العجل هذا بيحتوي على رسمتين، تمام؟ اول واحدة اللي هي صورة الريشة اللي هي هاي، وهون عندك جهة تانية الريشة زائد مطرقة شاكوش، تمام؟ هلا لما بدك تحفر في خشب في حديد، تمام؟ بتستخدم هاي الرسمة، يعني بتحط هاي المؤشر هون، تمام؟ وهي الريشة بتحطه عليه الريشة. شو معناها هاي؟ معناها انه بس دوران، يعني بثقب بلف بس، غير هيك ما بيعمل اشي. هلا اذا كان عندك حائط اسمنتي او خرسانة او يعني حيط، تمام؟ بتحط اللي هو الريشة مع المطرقة، بنلفها زي هيك إذا كانت لف، وإذا كانت كبسة بتحولها على المطرقة. شو بتعمل هاي المطرقة؟ هاي بالإضافة لللف تبع الدريل، تمام؟ بتعمل على الضرب، يعني كيف الشاكوش لما بيضرب بتكون تلف الريشة، وبنفس الوقت بكون في ضرب، بتصير أقوى للحفر، تمام؟ وهاي بيستخدموها أكثر إشي للحائط أو الجدار الإسمنتي، تمام؟ هاي بالنسبة للكبسة اللي هون. هلا بنيجي هون، تمام؟ هاي اللي كبسة التشغيل الاون والاوف، يعني بتضغطها زي هيك بيشتغل، بتفلتها ببطل يشتغل، تمام؟ هلا في حال عندك حفر لمدة طويلة، تمام؟ وما بدك تضلك ضاغط وتتغير السرعات وانت بتضغط، تمام؟ بدك سرعة ثابتة وتضلك ضاغط لمدة طويلة وما يتعب مثلا اصبعك من الضغط، تمام؟ بتضغط عليها، وزي ما انتم شايفين هون في زر، تضغط زي هيك وتكبس الزر، بتظلها هاي شغالة لقطة، تمام؟ بدك توقف تضغط ضغطة ثانية بتوقف، زي ما انتم شايفين بتضغط على هاي تكبس على هاي مسكت، شايفين كيف؟ هيك الضغطة لحالها. هلا انت بدك ترد بس تضغط ضغطة خفيفة زي هيك بتوقف الدريل اوف، تمام؟ هلا في زي ما انتم شايفين هون كمان في نص الكبسة هاي في هون زي عجل، العجل هاد بلف يمين وشمال. هاد العجل وظيفته انه للسرعة تبعت الدريل، يعني زي ما انتم شايفين هون اذا مبين معي بالكاميرا هون اقل هون اعلى، يعني كل ما عملته لفيته لهون بصير الدريل سرعته اخف وهيك سرعته اعلى. ليش بهمنا انه يكون الدريل لما تشتريه يكون فيه سرعات؟ لانه لما الدريل اللي بتشتريه بدك تستخدمه مثلا مش للحفر، فرضا بدك تستخدم فيه لشد البراغي، شد البراغي اذا كانت السرعه كثير عاليه ما بينفع لشد البراغي، يعني ممكن يفلت البرغي، ممكن يغير مكان الثقب، تمام؟ ممكن يشد بطريقه سريعه، بنفس الوقت اذا كان بيشد في خشب يفسخ الخشبه، فعشان هيك لازم شد البراغي يكون بالسرعه البطيئه. بنيجي لشغله ثانيه بتيجي زي هون، زي في عندك ذراع بروح يمين وبروح شمال، هذا وظيفته عكس الدوران. يعني لما نحطه هيك هيك رايت، هاي حرف الار، يعني بلف مع عقارب الساعة على اليمين،
يعني هيك، يعني إما بشد في البرغي أو بثقب. هلا أنت بدك تفك برغي، مش بدك تشده، بتوديه على الليفت، بصير الدوران عكسي، بتحطه بتفك البرغي. أو مثلا وأنت بتحفر علقت معك الريشة، تمام، مش راضي يطلع الدريل في الحيط، تعمل عكسي، بصير تلف عكسي وبيطلع بسهولة. هذا الحكي بالنسبة لدريل الكهرباء. في منه بيجي معاه هاي الإيد، تمام، تدخل هون هيك وبتثبت في هاي المنطقة، بتحوها زي هيك، شايفين كيف تفتح، تتدخل في هاي المنطقة، بصير زي الذراع، تمام. بصير لما بدك تحفر في حائط خصوصا وبدك قوة، تمسك هيك وهيك وبتحفر، تمام. هاي الوظيفة تبعت الذراع الإضافية. هيك بيكون تقريبا بالنسبة للدريل الكهرباء شرحنا عنه كل شيء. مشكلة دريل الكهرباء انه في مش كل الدريلات تيجي فيه كل الازرار هاي تتحكم فيه، بالاضافة للكهرباء، فانت اذا بدك تخزق مثلا مكان بعيد عن بريز الكهرباء بدك تحتاج لوصلات كهرباء، يعني بغلب شوي. عشان هيك انا بفضل دريل الشحن. نيجي لدريل الشحن. هذا هو دريل الشحن اللي هو بيعمل على من دون كهرباء على البطاريات، زي ما انتم شايفين تشحن البطارية، تمام، وبتركبها وبعديها بصير يشتغل وبستمر لفترات طويلة، تمام، وقوته تقريبا نفس قوة الكهرباء اذا كانت البطارية مشحونة، تمام. وفي له استعمالات اكثر وبريحك بالاستعمال، وفي منه انواع كثير. هذا النوع كثير كثير ممتاز، خلينا نتعرف عليه. يعني انت اذا مش صنايعي وانت بالبيت، انا بقترح عليك تجيب اللي هو السيلف دريل، دريل الشحن، افضل لك للبيت، تعمل فيه كل شيء بدك اياه في البيت بتصلحه. خلينا نتعرف عليه. اول شيء هون زي ما انتم شايفين في عندنا كبسه 1 و2، هاي اللي هي للسرعه، يعني 1 سرعة عادية، 2 إذا كانت الشغلة عندك صلبة زي الحيط زي الجدار بتحط 2 بصير الدوران تبعه أسرع. وفي منهم بيجوا 1 2 3، يعني عبارة عن 3 سرعات. طريقة التركيب ما في له مفتاح زي الدريل الكهرباء، بتلف الجوزة زي هيك، بيفتح عندك من هون، بتجيب الريشة، تمام، تحطها بتلفها بالإيد وبتشدها هيك، صار جاهز، تمام. يعني حتى التركيب تبعه اسهل. هو مرات لما في دريل الكهرباء اذا بتشد وانت بالشغل وانت بتشتغل بتشد لحالها، بتصير صعب تفكها حتى بالمفتاح، بدك تضطر تضربها بالمطرقه، تمام. فهذا للتركيب والشيل الريش او للبراغي اسهل. عندك بيجي معاه هذا الراس، وبقدر هذا الراس طبعا بيركب على الكهرباء وعلى السلف دريل، هون عادي وهون مصلب لشد البراغي، كمان نفس الشيء بتحطها وبتشده وبتصير تستخدمه للف البراغي. هاي بالنسبه للجوزه حكينا السرعات. بنيجي هون هلا لهون، في عندك هون زي ما انت شايف مرقم من 1 ل 18. شو هذا اللي من 1 ل 18؟ هاي كمان لسرعه الدوران، يعني انت عندك هي المؤشر هيك، تمام، هي انا حاطه على 18 يعني اعلى درجه، تمام، مع 2 يعني هيك، هاي القوة القصوى لهذا الدريل، حاطه على السرعة الثانية على 18 دوران، هيك أسرع إشي، تمام. بدك تقلله بتلف زي ما أنت شايف هيك، هاي 1 هاي هون 1، حطه هيك 18 وسرعة 2، زي ما أنت شايفين السرعة صارت أسرع، تمام. هلا نيجي كمان ل الجهة الخلفية، هنا زي ما انتم شايفين في عنا 3 رسمات. الرسمة الأولى اللي هي الريشة، الرسمة الثانية اللي هي البرغي، الرسمة الثالثة اللي هي الشاكوش المطرقة. بعتقد عرفتوا لإيش الريشة هون، لما بدك تكون تخزق في خشبة في حديدة في إشي زي هيك، تستخدم تحطه على الريشة زي ما انتم شايفين على الريشة. هلا إذا بدك تستخدمه للبراغي، تمام، شد البراغي بتحطه على براغي سرعة 1، تمام، وبتخفف الدرجة أحسن إشي على 1، تمام، تلف، تتحكم في البرغي،
افضل وبشد وما بتخرب الشغل اللي انت بتدخل فيها البرغي. نيجي للي بعديها اللي هي الهمر او الدقاق الشاكوش. طبعا انتم عارفين ليش هذا للجدران الاسمنتيه، بالاضافه للدوران بيكون في من الداخل زي ضرب كمان عشان يسهل عمليه الثقل، تمام. وهاي كمان انتم عرفتوها، شايفين كيف هي 18 دقاق واثنين، هيك بكون شرحنا اللي هي المنطقة هاي للدريل. طيب منيجي هلأ لزر التشغيل، زي ما انتم شايفين ما في اللي هو العجل اللي السرعات، لأن السرعات موجودة هون، فهون عبارة عن زر تشغيل بس on و off. وزي ما انتم شايفين في إضاءة، ليش؟ إذا كان المكان اللي انت بتعمل فيه مظلم وبدك تتحكم وين تحط الراس على البرغي مثلا عشان تفك مثلا، بتدخله بتضوي شوي شوي هيك، بتشوف وين الثقب، بتثبتها بتضوي وبتشوف الثقب. منيجي هلا لفي هون كبسه جانبيه، زي ما هون عندك هون سهم وهون سهم، هاي اللي بتعمل على لف مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، زي ما حكينا في دريل الكهرباء عشان الشد او الفك. يعني اذا كبست عليها هيك صار يفك، كبسها من الجهه الثانيه زي هيك صار يشد، تمام. هلا نيجي للبطاريه. البطاريه بتشحنها عن طريق محول، تمام، زي ما انتم شايفين. هذا زي ما انتم شايفين هذا المحول تبع حبيجي، بنشبك هيك، تمام، وبنحط بالكهرباء لحد ما يضوي الثلاث اضواو هدول يصيروا باللون الاخضر يعني فل، بتشيله من الكهرباء، تمام. في هون كبسه للبطاريه عشان يبين لك شحن البطاريه، هون انا عندي شحن البطاريه اثنين، يعني هون اقل شيء وسط واعلى شيء لدرجه البطاريه، تمام. بيجي معاه الدريلات الشحن بالاغلب بيجي معاه بطاريتين، تمام. هاي فاضي مش مشغوله، بتتركب زي ما انتم شايفين، بتدخل هون في السالب والموجب، تدخل زي هيك بتدخلها هيك، صار عندك الدريل جاهز للاستخدام. فانا برايي الشخصي الدريل السلف دريل اللي هو دريل الشحن للبيت عندك تقدر تستخدمه، انت بتقدر تستخدمه، المدام عندك تقدر تستخدمه، ابنك بيقدر يستخدمه، وبنفس الوقت امان لك بدون ما تستخدم سلاك كهرباء نهائيا. هلا معلومه سريعه بس بالنسبه لاستخدام الريش، تمام، زي ما انتم شايفين عندنا ريش متعدده. بالنسبه لريشه الحائط او الجدران الاسمنتيه عشان تعرفها وتميزها بتيجي بهذا الشكل، زي ما انتم شايفين اطرافها من هون مش حاده، تمام، وعلى الراس من هون بيكون في لها زي الجناحين، تكون عريضه زي الجناحين على الراس. شوف الريشه الكبيره ممكن اوضح، شايفين كيف هاي ريشه باطون للخرسانه، شايفين كيف هون في لها زي جناح من هون وجناح من هون، هاي للجدران، تمام. الحفر فيها عادي، بتحط مكان ما انت معلم وبتحفر مباشره. هلا في الريشه الثانيه زي ما انتم شايفين تيجي لها بوز خفيف هيك، وتيجي اطرافها حاده شوي، تمام، هاي بتقدر تستخدمها للخشب او للحديد. بالنسبه للخشب تحفر زي ما بتحفر في البطون عادي، بس بالنسبه للحديد لما تحفر، يعني اذا بدك تحفر ثقب مثلا هالقد، تستخدم ريشه ارفع، تمام، وبتبلش حفر شوي شوي بسرعة بطيئة لحد ما تمسك عشان ما تفلت معاك الريشة، بس تثقب أول واحدة، بعدها بتجيب الريشة الأعرض، بعدين بتعرض لحد ما توصل لدرجة الفتحة اللي انت بدك إياها بالنسبة للحديد. ومش غلط تحط زي زيت التبريد اللي هو زيت الماكينات أو إشي عليها، لأن احتكاك الحديد بالحديد زي ما انتم عارفين بولد حرارة، ممكن تنكسر الريشة وممكن تنطعج، فيفضل انك تبردها. نفس الحكي إذا كان عندك ثقب في الحائط كثير كبير، ممكن انت بعد ما تثقب ولسه بدك كمان تشيل الريشة عن طريق تعمل ريفيرس، تغير الاتجاه، تطلعها وتحطها بمي تبردها، بعدين تكمل الحفر. هلأ ممكن تستخدم، رح نعمل فيديو ثاني عن استخدامات الدريل لقدام، عندك الريش الحفر، عندك شد البراغي كمان، ممكن انت كمان تجيب برغي زي هيك مع رونديلا، تمام، تحطه هون وتثبته بالدريل، بصير عندك الدريل عبارة عن حفافة، تمام، يعني هاي حجر جلخ للحديد، تمام، أو قص، تمام، تقدر تستخدمه، وبتقدر تستخدم حف للخشب كمان، تركبه بنفس الطريقة اللي ركبنا فيه هاي. هذا فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، خاص هو في للمنازل مش للصناعية.
بتمنى تكونوا استفدتوا منه. اذا عندكم اي سؤال عن اي نوع دريل او اي كبسه موجوده في اي دريل سالوني بالتعليقات وانا راح اجاوبكم. ولا تنسونا تحطوا لنا لايك اذا عجبكم الفيديو، بتمنى تحطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه عشان اول ما ينزل اي فيديو جديد. لسه عندنا سلسله طويله من كل شيء جديد في العالم. سلام.